قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. يا اهلا بكم اعزائي المستمعين الكرام، النهارده هنتكلم على تعديل الانبوكس البورتابل. ان شاء الله هنتكلم على كذا نقطة مهمين جدا، اولهم واهمهم قصة معرفة لكسيكون مانجر ومين عرفنا عليها مشكورا طبعا، وازاي عرفناها. ازاي عرفنا اللكسيكون مانجر؟ مين طبعا عشان حكم دراسته عاوز يعدل على الانفوكس الالماني، وفي بعض الكلمات طبعا ما بتنطقش كويس كطبيعه اي اله نطق، طبعا بيبقى الدكشنري بتاعها ضعيف، فحب يعدل على القاموس بتاعها، فقعد يدور ويبحث، فسال مين؟ سال الدكتور احمد عبد الظاهر التقني العظيم، وقال له مينا في برنامج قديم او اداة قديمة ان جاز التعبير هي اللي بتقوم بالموضوع ده. قال له بس دي مشفرة؟ قال له ايوه، بس دي هي بسهولة جدا تقدر تعدل من خلال. سأل مينا دكتور احمد هل بينفع فك الشفرات بتاعت القاموس ده من غير الاداة دي؟ قال له لا، ده كلام فارغ ما ينفعش. وبنشكر دكتور احمد جدا على تعاونه معانا. دي كانت النقطة الاولى. النقطة الثانية ان شاء الله هي هل اللكسيكون مانجر بينفع مع الاكابيلا ايه؟ دي ممكن تجربوها لان احنا بنستخدمها على الانفوفوكس، وهي اساسا على ما اتذكر ان انا استخدمت الاكابيلا 8 على ويندوز اكس بي، وفي بدايات ويندوز 7 كان فيها اللكسيكون مانجر. بصراحة انا مش فاكر المنيو بتاعته او الزراير بتاعته، فممكن اللي عنده اكابيلا 8 يقدر يشوفها، ولو وصل لحاجة ياريت يعمل لنا استعراض للدنيا فيها ايه. النقطة الثالثة ونبدأ في الجزء العملي بقى، تعالوا مع بعض كده هنخش الفولدر بتاع بلاين مودرن تك، بلاين مودرن تك ويندو، تمام دبليو، وهنشوف المرفقات بتاعتنا اهي. دليلي الاصوات انفوبوكس 3 مع ملفاتها التشغيليه امك انترنت اكسبلورر دوكيمنت. اولا الاصوات الاصوات بملفاتها. اولا الاصوات بلغات متعدده الاقبيل بلغات، تمام، لغات الانفوبوكس. اولا الاصوات هيرنج ليفل 1 عندنا العربي الاربع اصوات العربيه هيرنج ليفل 1 اربع اصوات بلانك صوت ليلى بلانك صوت مهدي بلانك صوت اسد بلانك صوت نيوض بلانك بلانك لينك رابط التحميل على رابط واحد طبعا، ولو موجود لغه مش موجود فيها الصوت اللي انتوا عاوزينه ممكن تقولوا لنا، او مش موجود لها لغه تقولوا لنا برضو، نحاول نشوف الرابط بتاعها، لان احنا عارفين عربية الرابط دلوقتي ما بقتش فعالة غير نادرا، وبرضو بقت صعب الحصول عليها، فان شاء الله لو ما وصلناش لو ما وصلتوش للغة او الصوت اللي انت عاوزين نحاول نجيبه مع بعضنا. بلانك 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 هيرنج ليفل 1 اصوات الانجليزية أصوات الإنجليزية UK Hearing Level 1 الـ UK أصوات الفرنسية Hearing Level 1 Hearing Level 1 أصوات الإنجليزية USA Hearing Level 1 الـ USA Hearing Level للولايات المتحدة الأمريكية خمس أصوات بحجم 636 ميجا بايت.
تمام. أصوات الإنجليزية UK heading level 1. أنا مش بستعرض الأصوات نفسها، هي موجودة كلها. heading level 1 heading level 1 بريطانيا أربعة أصواتي بحجم 6. عشان وقت حضراتكم بس، فهنستعرض بس إيه اللغات الموجودة. أصوات الفرنسية heading level 1 ومساحتها والحجم بتاعها. heading level 1 واحد صوت بحجم 97 ميجا بايت. تمام. أصوات الألمانية heading level 4 أصواتي بحجم 840 ميجا بايت. تمام. أصوات الإيطالية هيرينج ليفل 1 هيرينج ليفل 1 أصوات الإيطالية صوتين بحجم 352 ميجا بايت. أصوات الهندية هيرينج ليفل 1 صوت واحد بحجم 186 ميجا بايت. الأصوات الإسبانية هيرينج ليفل 3 أصوات بحجم 378 ميجا بايت من رفع الأستاذ توماس طالب بكلية الألسن الإسباني. تمام. الأصوات التركية هيرينج ليفل 1 هيرينج ليفل 1 الأصوات التركية صوت واحد بحجم 143 ميجا بايت. طبعا احنا جبنا اللغات دي وتعرف فيها توماس ومينا مرحلة الألقاب طبعا أساتذتي الأكارم، وبحييهم وعلى تعبهم. هم بيلعبوا كتير بس ما بيحبوش يظهروا ده. طبعا في ناس كتير بتتعب معانا ومش حابة تقول اسمها الصراحة، فبنشكرهم برضو. نشوف بقى الجزء الثاني من المرفقات. ثانية هيرينج ليفل 1 برنامج القواميس كامل بلا صوت ولكنه لنظام 32 بيت فقط 1.80 جيجا بايت سلينك. تمام. دوا الليكسيكون مانجر القديم الفيرجن 32. طبعا انا فيرجن بتاع 64 بت الويندوز، ف ما جربتهاش، فاللي يجربها وتشتغل معاه ان شاء الله يخبرنا عن طريقة تشغيلها. برنامج القواميس كامل ولكنه لنظام 32 بيت فقط بدون الاصوات 23 ميجا بايت سلينك. ودي النسخة برضو هي نفس النسخة بس بدون اصوات. اللي برضو اللي هتشتغل معاه يقول لنا. هو موجود في ملف في لاينز فولدر هناك في الفولدر في الملف بتاعها اسمه لاينز مانجر. بتدخله في ملف تكست بتبدأ تقراه وتفعله. تمام. انا عشان ما انا 32 ما اشتغلتش معايا، يعني انا عشان 64 اسف ما اشتغلتش معايا اللي هي خاصة بال 32. تعالوا نشوف بقى المرفق اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة اسمه ايه. رابط البرنامج محمول ومعه القواميس لينك. النسخة المحمولة هي اللي اشتغلت على 64 وهنشوف نشغلها ازاي. وفي ملف لازم من يبقى موجود عندك برضو اسمه ملف تعريف مصاري الاصوات لينك. الملف دوا ريك دوت بات لما ينزل عند حضرتك بينزل بالاسم ده. لازم نتحط في مسار هنشوفه بعد شوية مع بعض، أو في أي مسار يكون في الانفوكس. تمام. هنشوفه دلوقتي. ملفات أخرى مهمة لأصوات الأكبر التي نترككم لاكتشافها لينك. ودي ملفات تشغيلية للانفوكس وممكن تكتشفوها، ولو في أي سؤال هنحاول مع بعض في الأيام اللي جاية ان شاء الله ربنا يدينا العمر ويديكم ونتناقش فيها ونوضح. دي بالنسبه للمرفقات بشكل سريع. تمام. نرجع بقى للفولدر بتاعنا NVDA 3. NVDA 3 ده انا فولدر انا مسميه بايدي. تمام. بس دي هي الانفوكس البورتابل. تمام. يعني هي انا مسميه بس كده وكان مسمى بس ليا، علشان كان فيها ال NVDA وانا عملت له تحديث وكنت حاطه على الفلاش ميموري وحطيتها هنا. تمام. دي بالنسبه للانفوكس. هنرجع له دلوقتي حالا. البرنامج محمول ومعه القواميس. ده المرفق بتاعنا. هنخش الاول items fields acapella group not selected engine folder اكابيلا جروب. ده القواميس. دي هوريكم توردوها فين في انه مسار engine folder
و engine folder دي اللي هي items viewers actts any not selected اللي هي lexicon manager. هنصلي كل الملفات، هم ثلاث ملفات، select all ناخدهم كوبي copy ونخرج من هنا items viewers هنروح بقى NVDA i3 actts بتاع items i3 NVDA items viewers engines not selected تمام. وهنعمل paste paste replace or skip files copy in three items from engine folder to i3 NVDA interrupted zero skip these files button replace the files in the destination button تمام. هو بيقول لك في ملفات موجوده i3 NVDA link c تمام وعاوزينك تستبدلها replace the files in the destination button. انت لو ويندوز 7 هتقول كوبي اند ريبليس، ويندوز 10 هتقول له ريبليس skip replace the files in the destination button تمام. مسافة pause the operation checkbox unavailable read only not checked pause the operation 37% 53 تمام. i3 NVDA window items viewers كده خلاص. الملف اللي هو بيعرف بقى على مسار engines ال TTS بتاعنا، وده لازم يداس عليه ضروري جدا 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 قبل ما نفتح اللكسيكون مانجر. هندوس R reg bat هو اسمه reg.bat وده موجود في معظم ال TTS، ولو مش موجود ممكن تنزله من المرفقات زي ما انا وريت لحضراتكم. اسمه ملف تعريف مسار الصوت تمام. هنضغط عليها انتر سي سايبي 4 ايرور دايلوج مايكروسوفت سايبي 4.0 از نوت انستالد بليز انستال فيرست اوكي بتن تمام. وهو بيطلع الرساله دي دايما ما فيش قلق منها، بيقول لك ثبت السايبي 4 الاول عشان تقدر تستخدم الاله على السايبي 4. طبعا احنا مش هنعوز الكلام ده، فهنقول له موافق سي ويندوز 3 NVDA window واحنا كده كده هنستخدمه على السابي 5 تمام. بالتالي بعد ما بندوس دوا كده هو عمل حاجتين، عرف الويندوز على مسار ال تي تي اس بتاعتنا فين، وانشأ فولدر الموجود في القواميس. دلوقتي هو كمان انشأ فولدر للقواميس، حط فيهم ليلى وهيدر الاساسيين بتوعي انا. طبعا انا ضفت عليهم مش قواميس، ضفت اصوات مهدي وسلمى لان هم كانوش عندي. طبعا تعالوا نشوف بس الفولدر بالمئة تاكيدا بي بي دي اي تي اي بالمئة ديسكتوب ليست ات رومي acapella group items viewers تكتب كلمة اب داتا في المية قصدي بالمئة بالمية تمام. شفت خمسة اب داتا a b p d a t a في المية تمام. بيدخلك على الرومينج على طول بتاع اليوزر بتاعك infobox 3 وتخش هنا كمان items viewers user lexicon هتخش اكابيلا items اكابيلا جروب تمام. items ليش انا بستعرض بسرعه كده items كدا selected عشان الكلام ده مين قاله عشان ما نطلعش على بعض في الكلام. ليلى 22 وفي ليلى هذا 22 KHQ ودول الملفين اللي خاصين بالانفوكس. تعالوا بقى نروح جوجل بي بلايند مودرن بلايند مودرن تيك وبنخش بلايند مودرن تيك هنا البرنامج محمول ومعه القواميس نخش نجيب items viewers الاكابيلا الاكابيلا اللي هي فيها ليلى بس وهيدر المعدلين اللي كانوا مع مينا desktop list blind modern المره اللي فاتت. ونفتح الرن برضو run dialog type the name وبنكتب shift بالمئة a p p d a t a بالمئة في المية شفتوا خمسة كمان text desktop roaming window ودوس enter تمام. بعد كده بتعمل paste replace or skip file عشان نحط القاموس بتاع skip these files button replace the files in the مسافة 11% 22% المعدل عليه
وهو وهيدر تمام. roaming window items acapella group ونقول acapella group اهو بقى جوه بس items view is lexicon items view is heather 22k ليلى heather 22kh ليلى 22k هيدر وليلى تمام. desktop list ده بالنسبه للقاموس بتاع للقواميس اللي موجوده معانا. طب افرض انا دلوقتي ثبتت اصوات وحابب اعملها قواميس بس فاضيه وتبقى في نفس المسار، كل ما عليك بالنسبه لمستخدم الام في دي اي هتدوس انسرت كنترول في فويس سيتنجز دايلوج فويس سيتنج او اعدادات الصوت وبتتحرك سالما عربي اصوات ماري هيذر يو اس بس كده هم انشأ لك الملفين او التلات ملفات للاصوات الموجودين في نفس المسار. تعال نبص عليهم بالمئتي عشان A ايه P P D A T A بالمئتي text on desktop list roaming window Bado acapella group items view info box items view is items view is Mary 20 Salma 22 Mary 22 Viola 22 Heather 22 KH desktop طبعا list. سلمى ومهدي دول انا ثبتهم وما كنتش عملت لهم قاموس، ف حبيت اعمل معاكم اوريكم الطريقه ازاي كمان وان شاء الله القواميس دي هتبقى موجوده لان انا عملتها على جهاز تاني بمعنى ادق ما عملتهاش على الجهاز ده، فان شاء الله هتنجح معاكم. هروح بقى على بلاين مودرن تك تاني ونفتح بلاين مودرن تك مسافه ايتمز فيو ليست اي 3 ايتمز فيو ونروح على البرنامج الأداة بتاع لكسيكون عشان لكس اديتور دي ال ال دي ال ال لكسيكون ام جي ار نعدل عليها. نعدل على مين؟ على صوت سلمى المرة دي وهوريكم تعدلوا عليها ازاي. كونتكست منيو انا شغاله ران ادمنستريتور اي سكيور ديسكتوب اي 3 ان في دي اي ويندو ان افيلبل Lexicon Manager Lila 22KHQD Lila 22KHQ Dialog Tab 1 Tab تمام. مين أستار معكم النوبة اللي فاتت إزاي تعدل على صوت ليلى؟ طب إحنا سلمى معانا هنا وصوت فاضي مش عليه أي حاجة، عاوزين بس ملحوظة إن هنا لما تيجي تعدل على صوت معين يعني صوت مثلا سلمى لازم تاب نيو بروفايل باسم سلمى. طب هتعمله ازاي؟ بتدوس معايا انسرت قصدي بتدوس معايا شيفت كنترول في Lexicon Manager Dialog Select the voice combo box Heather 22KHQ collapsed تمام. هنا بيجيب Lila 22KHQ ليلى ليلى Mary 22KHQ مهدي Salma 22KHQ وسلمى. لو انت عندك اكتر من الاربع اصوات دول هجيبهم لك برضه، اختار اللي انت عاوزه ودوس انت. احنا هنختار مثلا هنا سلمى. Lexicon Manager Salma 22KHQ Deep Salma 22KHQ Dialog Tab 1 Tab Control تمام. وهنروح نجيب القاموس بتاعها Full name combo بكنترول O ونروح Items View List Name Split Button Collab Heather 22KHQ Deep Not Select اليوزر Items View List Blind Modern Tech J Jesus تمام. Items View List 3D A App Data App Data Items View List roaming. R Roaming Items View List مسافة هو المسار بتاع الستم تمام. Items View List يعني لو انت تابعت المحاضرة بتاعت مين الأولى Items View هتلاقي نفسه هو Selected. المسار تمام. Items View List أي اختلاف خالص. Lila 22 Mary 22 K Salma 22 K H Q D K هنختار سلمى هنا أهي. Lexicon Manager Salma 22KHQD Salma 22KHQ Dialog Tab 1 Tab Control Dialog Associated Voice Salma 22KHQ Zero Word Suggestion Edit Blank تمام. تعالوا بقى هي ما فيهاش ولا كلمة Play the Word Button Edit Blank تمام. Combo Box Edit Read Only Selected Zero ما فيهوش ولا كلمة. ومين استعرض معاكم الجهاز كبرنامج Combo Box Edit Blank هنكتب بقى هنا مثلا Arabic Egypt عاوز اخليها تقول رامز راء ألف ميم زي بعدين اول ما اكتب كلمه رامز بس تكتبها تنطقها رامز عادي. Play the word button تمام. Edit read only blank play the suggestion button copy to pronunciation button edit blank اكتب
راء ألف ميم زي مسافة عين ألف دال لم تمام وهندوس play the pronunciation button add word to lexicon button ات مسافة press تمام وندوس كنترول اس كده هو حفظها لازما نرستر ال MVDA عشان التطبيق التغييرات في القاموس تظهر معاه تاسكبر تمام تاسكبر احنا طبعا مستخدمين صوت ليلى دلوقتي فهنروح نفتح قائمة الأصوات بتاعة ال MVDA Voice settings dialog ونختار صوت سلمى Sound Mary Salma Arab Lexicon Manager أنا Pitch 35 Rate 5 Rate 65 Rate 70 Rate 65 ونفتح الوورد Run dialog ماشي English United States W W I N W O R D Desktop list Find modern document 1 Microsoft Word تمام فتحنا الوورد اهو Arabic نكتب بقى بالعربي نكتب رأ ألف ميم زين مسافة رمز عادل تمام احنا كتبنا رمز بس هتنطق رمز عادل تمام تعالوا بقى المفاجأة التانية احنا كده ألفنا نفك او نعمل تعديل Microsoft. على قاموس no button all in مسافة lexicon man فاضي تمام وبالمناسبة بأكد ان الملفات بتاع مهدي وليلى وسلمى وهدر دول موجودين في المرفق بس ليلى وهدر هما اللي فيهم كلمات وسلمى ومهدي لا دلوقتي بعد ما شفنا تعديل قاموس سلمى ولو عندك قاموس فاضي ازاي تعمل تضيف له كلمات وتشوف الكلام ده كله طبعا ده الكلام ده مش جديد زي ما عمل بينا عملنا احنا بالظبط بس احنا كل اللي عملناه احنا جبنا صوت سلمى وجبنا له القاموس بتاعه دلوقتي مع المفاجأة التانية في استعراضنا ده وهو ايه اللغة اللي بيتكتب بيها القاموس المشفر ده اللي احنا مش فاهمين وهو مشفره ازاي تمام طبعا احنا بعد ما وشفنا الملفات المشفرة لما بتيجي تفتحها زي ما مينا فتحها بالنوت باد ما فتحتش او فتحت ومديك رموز كده مش مفهومة زي ما تقول هيروغليفية تعالوا بس نجيب الاول قاموس ليلى open dialog file name items view list name split NVDAI 3 not selected تمام items view list موقع الحق blind modern tech J G items view list A data مسافة local local R roaming items view info box 3 items مسافة مسافة ليلى 22 KHQ ليلى هنستنى لحظات بس ايه يحمل Lexicon Manager Lila 22KHQ Deke Lila 22KHQ تمام هو كده جاب لنا Lexicon Manager Lila 22KHQ Deke Lila 22KHQ Dialog Tab 1 Tab Control Dialog Associated Voice Lila 22KHQ 7300 Noun Unknown طيب. Edit Read Only Play the selected word Delete the selected Lexicon List List Pronunciation KS2 Dia Part of Speech تنوين الفتح Pronunciation تنوين طبعا الكلمات كسرة. Pronunciation K طبعا الكلمات هنا مش مفهوم عاوزين شدة ولو مين فكهم برضو مش مفهوم احنا عاوزين نفهمها تقدر تعمل ده ازاي هندوس ان شيفت وكنترول واكس عشان نروح اكسبورت نعمل اكسبورت او تدوس الت وتروح تدور بالاسهم على قائمة فايل الاكسبورت وتدوس انتر وتحفظ الملف تكست طبعا هو من خلال البرنامج بس Save as dialog لو حولته تكست من بره مش هيفتح معاك هو البرنامج هو اللي بيفك النقطة دي هنكتب فايل في فايل نيم Edit focus all in blank هنكتب ال L 1 واحد هنخلي ليلى مثلا Items view list name split button collapse هنروح مثلا على الديسك Items view list
بلايند مودرن تك. هنا بلايند مودرن تك. ايتمز فيو ليست. NVDA. ونحفظ هنا الملف. Lexicon Manager Dialog Lexicon exported successfully. OK button. تمام. هو عمل successful اهو. Lexicon Manager Lila 22KHQ Deep Lila 22KHQ. تمام. عمل لنا export للملف. تك. Desktop list. تعال نفتح B. كده. وبعد كده هقول لكم اسم اللغة. Blind Modern Tech Window. اسم اللغة البرمجية ايه وتعرف البيانات بتاعتها. بليدي الأصوات. إنفو. البرنامج المحمول ومع القوانين 7 زيب L. L1 Text. تقدر تتعامل معها ازاي. هتدوس على الملف التكست ده اهو. L1 Text Notepad. Text Editor Edit Multi Line. Hamza HMZ Interjection. تمام. أد همزة. أتوني. RTT Into Verb. أتوني. أتوني. ألف مد. ألف مد. تاء. ت. واو. نون. ياء. انتقال. أتوني. تمام. رقم. رقم. استفهام. استفهام. مسافة. أي. أي. مسافة. تمام. وهي دي. تي. تي. مسافة. يو. يو. مسافة. ان. مسافة. اي. اي. انتقال. تمام. كلمة أتوني مكتوبة بطريقة برمجية باسمها فوناتيك. ولو اكتر من كلمة اسمها فوناتيكس تيبل. دي اللغة البرمجية للقواميس الخاصة بالانفوبوكس. ودي اللي كانت تعب الناس اخواتنا مش عارفين يعدلوا عليها. دي المفاجأة الأخيرة والتانية في المحاضرة. ازاي بقى نفتح الجدول او المسار الحاجات الرموز دي نعرفها منين؟ يعني مثلا الحرف الالف بيرمز له AA لما تيجي تكتبه، او التي او الته تكتبها TT. الحاجات دي كلها تعرفها منين؟ من جوه البرنامج هنا الليكسيكون مانجر هتلاقي حاجة اسمها شو فوناكس. شو فوناكس تيبل. تعالوا نشوف اهو. Name split button collapse. تعالوا نروح Lexicon. Lexicon. Delete the selected words. Play the selected word. Edit read only. Combo box unknown. Edit. Play the word button. Edit read only. Play the suggestion button. Copy to pronunciation. Edit. Blank. Play the pronunciation button. Add word to lexicon button. Show phonetic table button. اهو. هو ده. لما نمشي بالتاب لغاية عنده. Clear word button. Show phonetic table button. هتضغط عليه. مسافة. Phonetic table for Lila 22KHQ. Sample. Dialogue. B. بابون. B. B. دبرة. T. تلاوة. T. T. كتاب. T. ثعلب. T. T. تأثر. Z. جمال. Z. Z. تعجب. X. حرب. X. X. ألح. X. خرج. انتقال. X. left. X. انتقال. X. X. تأخر. X. انتقال. X. D. درب. D. D. بدل. D. انتقال. B. فتحة. D. شدة. فتحة. لم. فتحة. Right. Right. فتحة. D. ذئب. D. D. تعذب. R. رجل. R. R. قرر. Z. زور. Z. Z. بأزم. S. سماكة. S. S. مؤسسة. S. شجرة. S. S. غش. تمام. هي دي الجدول. وممكن تدوروا على النت على اللغة البرمجية اسمها فوناتكس تيبل. دي هتلاقوا لها مصادر كتير تعليمية. ولو حابين ندور مع بعض واللي يلاقي حاجة ينشرها مفيش أدنى مشكلة بالنسبة لنا. دلوقتي طبعا بعد ما عملنا اكسبورت وشوفنا الجدول الفوناتكس تيبل واللغة البرمجية، طب احنا دلوقتي عملنا اكسبورت، طب نستفاد من التكست ده ازاي؟ لو انت اتعلمت اللغة الفوناتكس تيبل دي البرمجية وكتبت الحاجات دي كلها، تقدر تعمل امبورت للفايل اللي احنا لسه عاملين اكسبورت من شوية او ملف انت عملته. احنا هنا في حالتنا هنعمله على الملف بتاع ليلى. ولو انت اتعلمتها في المستقبل ان شاء الله تقدر تعمل ده. هنقدر نعمل الملف بتاع ليلى اللي هنسميناه L1 من شوية. هنعمله امبورت على صوت مهدي. تعالوا كده هنجيب نعمل نيو فويس بشيفت وكنترول V. Lexicon Manager. Lila 22. Mehdi 22. KHQ. تمام.
Lexicon Manager Meti 22. وهندوس Alt. File Sub New Lex Exit Alt F Export Import Rules Lex Import Lexicon Controller I. Close Lexicon Control Import Lexicon Controller I. Import Rules is Lexicon Control Shift I Unavailable R. Import Lexicon Controller I. تمام. Open Dialog File. Items View List. Name Split Button Collapse Sorted Ascending. NVDA I3. طبعا هو كان فاضي. البرنامج L1 Text. هندوس على Enter. Lexicon Manager Meti 22 KHQD Meti 22 KHQ Dialog. Tab 1 Tab Control. Dialog is Combo Box Unknown. Edit Read or Play the Selected. Delete the Selected Word. Lexicon List List. هو دلوقتي معانا. Associated Voice. Edit Read Only. Selected Meti 22 KHQ. Synchronize Word Checkbox. Quick Lock It. Edit. Clear Word Button. Show Phonetic Table Button. Add Word to Lexicon. Show Clear Word. Quick Lock It. Synchronize Word Checkbox. Check. Associated Voice. Edit Read Only. Selected Meti 22 KHQ. Lexicon List List. Pronunciation. Part of Speech. Punk. Hamza. Pronunciation. Alif Mad. Pronunciation. Abjadia. Abrazuha. Abqar. Ablood. Atuni. Pronunciation. Atitia N2. Part of Speech. Verb. تمام. اتوني اهو هو دوا الفيرب او الاسم اللي احنا او الفعل اللي احنا كنا لسه قارينه من شويه مع لما فتحنا على النوت باد. الثامن برونسيشن. تعال بقى تعمل كنترول اس كده هيبقى اتحفظ على القاموس بتاع مهدي. وتقدر بالتالي تقدر تاخده لسلمى بطريقة سهلة برضو بنفس الطريقة. وبكده تكون انتهت المحاضرة دي وان شاء الله تكون استفدتوا. تحياتي ليكم وبنشكر كل المساهمين في الأعمال الموجودة على القناة إن كانت لتوزيع الموسيقي أو للتكنولوجيا أو البرامج المساعدة. تحياتي للجميع. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.